شو هالجو الرائع، شفتوا عيال بيروت كيف؟ واو، ثانكيو لكل حدا اجى من برا لبنان تيشارك معنا هنا. بهالكلمات عبرت إليسا عن سعادتها بعودة مهرجان أعياد بيروت بعد غياب استمر لأربع سنوات، وهو المهرجان اللي يعتبر محطة أساسية بخريطة حفلاتها السنوية بعد ما شاركت بكل دوراته السابقة من يوم تأسيسه، لبل بيتعدى كونه حفل ليكون يوم مفصلي بالنسبة إلها مثل ما عبرت على المسرح. يعني يمكن أكتر مرة أنا بخاف أنه بطلع على المسرح، يمكن لو كنت بالأوسكار أنا ما حسيت بالشعور. لبنان كتير بيعني لي، بيروت كتير بتعني لي، بيعني لي أنا رجعت مع أعياد بيروت. تانكيو لكل المنظمين اللي عملوا هالحفلة رغم كل الظروف اللي نحن عايشين فيها بلبنان. نحن بلد بحب الحياة رغم كل شيء، بحب الفرح رغم كل شيء، بحب تصدير الفرح للعالم كله رغم كل شيء. أنا كتير مبسوطة، انبسطوا، وهيدي بيروت، بس هاي بيروت. بيقولوا صغير بلدي بالغضب مصور بلدي، الكرامة غضب والمحب غضب والغضب أحلى بلدي. رجعنا الأعياد لبيروت تحت هالشعار. عاد المهرجان بحفله الأول واللي ضم جمهور كبير توافد من كافة المناطق اللبنانية وسوى عرب وأجانب قصدوا لبنان للاستمتاع بالصيف ولحضور إليسا وباقي فعاليات المهرجان. أنا بيك فان من زمان وما كنت بلبنان سو ما كنت قادرة أحضرها، بس هيدي تالت كونسرت. I'm so excited. إحنا كل مرة بتكون عندها حفلة إليسا أول عالم ناخد تيكتس كرمال نحضرها، وأكيد كتير محمسين. الفنانة المفضلة عندي وكتير محمس لحتى نشوفها بأعياد بيروت، وكتير مبسوطين وبدنا نولعها اليوم. أربع سنين ناطر أن نشوف إليسا، ومن حلمي أصلاً أن أحضر إليسا عن حقيقة، مش عن جد كتير متحمس. إحنا كتير نحب إليسا، هي من أكتر المطربين اللي أنا بحبهم. كتير محمسين نحضرها أكيد. أنا بحبها كتير وأغانيها يلي بتغني بحبه، كل ألبوماتها بحبهم، وخصوصاً الجديد كتير حلو. كتير محمسة، وخصوصاً بعد كل هالأزمات اللي مرقنا فيها، يعني وكورونا وكل هالاشياء، اكيد هلا يعني كانه اول مره يعني بنرجع بنحضرها. إليسا يعني اعياد بيروت نجاحات كثير، ألبومات، أغاني، قصص حب، أشياء كتير شهدنا عليها خلال هالسنين الطويلة. اليوم ب 2024 رغم كل الوجع اللي ببيروت زرعت شيء كتير حلو بهالحفل، شو عندك تقولي؟ مرة أسألك أدي مبسوطة هذا السؤال هذا، بس شو عندك؟ لا عندي أقول إنه بيروت بعد توقف 4-5 سنين عن هالنشاط اللي هو أعياد بيروت رجعوا قووا قلبهم رغم كل الظروف وكل الإشاعات اللي صارت بالبلد، وخصوصا انه عنا بارت تاني من البلد فيه حرب كل الوقت. هيدا انجاز انه بيروت رجعت، بيروت مدينة الحياة، بيروت مدينة الفرح، مدينة انا بيروت لقلي مش عشق اكتر من عشق. يعني انا مبسوطة رجعت شاركت بأعياد بيروت، وبشكر امين وبشكر كل المنظمين على هالحفل انه رجعوا الفرح لبيروت. بهالكلمات عبرت إليسا لزميل فراس حليمة عن سعادتها بعودة المهرجان لقلب العاصمة اللبنانية اللي ولا يوم الا وكانت إليسا متفائلة بمستقبلها. متفائلة ببيروت؟ دايما متفائلة، طبعا طبعا متفائلة. ليك ما في شيء بدوم للابد، يعني دايما بيقولوا لو يعني شو هو المثل بيقول، لو دامت ما ايه انه ما في شيء ما له نهايه. يعني نحن اجينا كثير اذا بدك دومينيشن، عثمانيين وفرنسويين وكنعانيين، واخر شيء انه بيروت بقيت، وبيروت بيروت بيقولوا تدمرت 7 مرات ورجعت، بقيت بيروت بقيت باسمها. انا ما بخاف على بيروت. I'm
على المسرح إليسا قدمت أحلى الأغاني، فصاحبة الريبرتوار المليء بالميجا هيتس بتتنقل بسلاسة بين أغنية وأخرى وبين ألبوم وآخر، وما بيغيب عنا أبداً أغاني فيروز وملحم بركات والكبار اللي حفروا بالغنية اللبنانية. الألبوم الجديد كان الحاضر الأكبر بهالليلة، فغنت إليسا منه حظي ضحك لي ونظرات وأنا سكتين وبتمايل على البيت وفرحانة معاك والعقد، ومع كل أغنية كانت عم تلمس مدى النجاح من خلال التفاعل والهتافات. على المسرح فينا نقول انه عشنا نجاح الالبوم الجديد بشكل فعلي، يعني سمعنا مدليتين من الالبوم اغاني حلوه الناس نطرتها وشفنا تفاعل، حظي ضحك لي عملت فولكانو والاغاني الثانيه الناس كانت كثير مبسوطه فيها، كيف لقيت التفاعل؟ انت قد ايه راضيه عن هالالبوم رغم كل الصعوبات اللي عشتيها خلاله؟ لا اكيد راضيه نسبيا، اكيد انا كنت بفضل ينزل على كل البلاتفورمز مش بس على الميوزك بلاتفورم، كان بهمني ينزل يوتيوب ينزل everywhere، بس بالنسبة للظروف اللي عم عيشها I'm very satisfied انه نزل الالبوم انه فات بالشارتس فات بالبيلبورد العالم سمعته الفيوز عليه كتير عالية. لا I'm happy. وشو اكتر شي مبسوطة في اي غنية؟ اذا انا حظي ضحك لي انت حظي ضحك لي لقيت انه اكتر غنية عم تطلع بالشارتس حتى بمصر بنجوم اف ام والعالم حبينا، واليوم شفنا التفاعل عليا بالحفلة. انت حبيبتي اياك؟ انا بحبها اكيد، انا ما بغني شيء ما بحبه. حفل إليسا بأعياد بيروت ما بيخلى من المفاجآت، والموهبة اللافتة ماريلين نعمان كانت أبرز هالمفاجآت هالعام. أنا مش على المسرح وبالكواليس ماريلين كانت ممتنة كتير لإليسا، وهي بدورة من الواضح أنها مؤمنة بماريلين وبموهبتها. أنا بتحب، أنا بما أنه صار عندي شركة إنتاج حابة إنتاج غنية أكيد إذا بتوافق بيكون ماي بلاجر. عنجد ماي بلاجر. ثانك يو عنجد إتس نونر. ثانك يو. زقفوا لك زقفة كبيرة. كل شيء قلته أيمنكم من هيك قلبي قرص. ماريلين شبكت إليلا؟ شو رأيك عايمنتت عن جد؟ ماريلين شبكت إليلا؟ إنه أنا طول عمري فان، فهلأ شو عم تعمل فيه؟ في ناس بيعملوا إفار كتير ليبينوا مميزين بالحياة، ماريلين بدون إفار مميزة، بتعرف شعني بس قول She is the true artist. يعني أنا ما بعرف شفت حالي فيها بأول بداياتي عن جد، وهول المواهب حرام ما يبينوا للعالم، يعني انه لبنان عم بيصدر هالقد مواهب حلوه ومرتبه وعم يتفوق على كل دول العالم العربي والعالم برا والعالم. رح تختاري لها انت الغنيه وهي رح تختارها؟ لا انا بحب الشخص هو يقرر شو بحب. عندك غنيه ورح تختاري هلا؟ اكيد اكيد. لا ما انا انت عندك خط، واكيد انا بحب انه تعمل الخط اللي بتحبه اكيد، بس هيدا انا I meant all what I said. اوكي بليز
الصداقة والعشرة الطويلة بين مسرح أعياد بيروت وإليسا بتجعلها تتصرف بمنتهى العفوية والتلقائية دون التفكير بردات الفعل والانتقادات، وهالأمر ترجم لما قعدت أكثر من مرة خلال الحفل على الكرسي ولما طلبت من البيرسونال أسيستنت يساعدها بخلع حذائها. شك انه مشهد اجرك لما شلحتي تذكريني على المسرح اليوم راح يكون ترند بكره وراح يكون حديث السوشيال ميديا. ليك بفتكر صاروا كل العالم بيعرفوا من ورا الدوكيومنتري تبعي انه انا عندي مشكله باجري. هلا انا كان في سكربيني مريحه اكثر، انا وطالع انقطشت انجبرت البس وحده ثانيه ما قدرت اوقف فيها، وقعدت وسالت العالم قالوا لي اوكي. ما كثير يعني اخر شيء انه انا علي اقدم اغاني حلوه، ما علي اذا غنيت بلا كعب، يعني منا نهايه العالم صحيح. يعني ترند رح تطلع ورح يحكوا ويلتوا والناس اللي رح تعجبهم. اخر همنا التاني تبعي انا انه عادي ايه بس اخر همي يعني انه من الاخر يعني. مسرح اعياد بيروت صديق اليسا الخاص اللي بيعرف اسرارها وشهد على نجاحاتها الكبيره وانتصاراتها وحتى على انكساراتها، كما كان الشاهد الاكبر على قصه حبها الشهيره. فهل اليوم عم يشهد على قصه جديده؟ اليسا لا شك انه اليوم على مسرح الجمهور واصحابه واصدقاء كانوا حاضرين الصف الاول، دائما كان مزين بناس بتحبيهم، بتحرص انه اصدقاء يكونوا دائما موجودين معك. اكيد يعني دائما انت بتقول انه بالحياه انت بتخلق مع عائلة معينة، بالحياة انت بتعمل عائلة تانية. انا كل اصحابي الموجودين الناس اللي وقفوا حدي بمرضي بظروفي الصعبة، وبحب دايما يشاركوني افراحي واتراحي وكل شيء. ذكرت دوكيومنتري قبل شوي، ونحن معودين جمهور اغاني وجمهور جمهورك دايما انترفيوهاتنا بعد بيروت فيها يعني ترند وقصص تكسر الدنيا، فعم فكر بشوف اذا مكفي نتفليكس بتقولي لنا مين هو اليوم بالانترفيو. لا ما عندي شيء. وكلهم عم بيقولوا بدي اعرفوا مين هو، بلكي ما اللي بدهم يقولوا بلكي هيك تليفونك بتورجيني صوره. لا 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 ما راح اعملها ابدا. لا انه لما يكون في شيء احكي فيه يكون اكيد انه والس خلصنا بين اسمي واسمه، ما رح أقول شي تاني. بالحديث عن الحب كان لابد من رسائل سريعة لزميلات إليسا العروس الجديدة نجوى كرم والصديقة المتألمة عاطفيا شيرين عبد الوهاب. نجوى ما دعست لك على أجريك؟ لا ما دعست لي، بس الله يهنيها أكيد وإن شاء الله بتتهنى وتكون حياتها حلوة. ما نفسك على الموضوع؟ لا ما بقى بعد هالوقت، ما بقى ليك بعد وقت معين ما بيعود عندك، بتحس إنه الحرية كتير مهمة بالحياة. حلو يكون عندك نص تاني تعيش انت وياه، بس مش شرط انه يكون عندك ارتباط رسمي. I'm happy باللي انا وصلت له، عندي بنوت، عندي اصحاب، عندي عائله، so I'm super happy. بدي شو اذا عندك شيء تقولي لشيرين بالظروف اللي عم تقطع فيها، بعد انت من اكثر الفنانين اللي دعموها، غنيتي لها على المسرح بالسعوديه مشاعر، اليوم مع هاي الظروف عندك شيء تقولي لها اياه لشيرين؟ يعني بقول لا مش بيني وبينها، انا ما لنا حد الا بيني وبينها. بقول الله يعني يهديها والله يبعث لها ناس حواليها يحبوها وتقطع من الحالة اللي هي فيها، لأنه بالنتيجة شيرين قيمة فنية وما بدنا نخسرها، يعني رح نبلش نخسرها وفعلا ما بدنا نخسرها. وطبعا إلى جانب هالرسالتين كان لابد من رسالة ترحيب بأصالة الغناء العربي اللي رح تطل على جمهور اللبناني بعد غياب سنوات عديدة. أصالة جاي على لبنان حفلي بعد غياب عشرات سنين عن لبنان، وأصالة صديقتك هل رح تحضريها؟ هل عندك شيء تقولي لها إياه؟ كيف بتحبي ترحبي فيها بيروت؟ لا بالله أهلا وسهلا فيها بيروت، أصالة كل يوم بيروت، يعني مش أول مرة بتجي على بيروت. كمان العالم اكيد ناطرتها وبتحبها، واصاله حدا كان عندها مواقف مشرفه صراحه باراء معينه ببلدها وببلدنا، فبقول لها اهلا وسهلا فيها وان شاء الله تكون حفله حلوه. انا ما بكون هون للاسف، بس بتمنى لها كل شيء منيح. بالختام سالنا إليسا عن التحضيرات القادمه واذا رح تصور بعض اغاني من الالبوم الاخير او شو الخطه اللي عم تتبعها. في كليبات الالبوم لما يصير في يوتيوب رح يصير في قريبا أكيد. عم تحضري أغاني جديدة؟
بلشت حضر. الإعلامي اللبناني نيشان تولى تقديم الحفل وبكلماته المفعمة بالحب لبيروت وإليسا أعلن عن انطلاقة المهرجان وعودته للحياة. ورجعنا الأعياد لبيروت. بيروت وما أدراك ما بيروت، بيروت السحر، بيروت السهر، بيروت الحلم. بيروت كل ما غبنا وجلنا وصلنا رجعنا عدنا ركعنا وترابا بوسنا. نيشان بالكواليس ايضا زار اليسا ودارت بينهم دردشه وطنيه عاطفيه من نوع خاص. كل العالم عرف اكيد انه اليسا رح يخلد بكتاب الفن المعاصر. اكيد عليه كثير. شو عندك هاجس بعد على المستوى الانساني؟ انت اللي اختبرتي وجع وقفتي، اختبرتي الاكسيدونات بالحياه، هول الحوادث، وواجهتي وصرحتي واعلنتي وكفيتي. شو عندك هاجس انساني ما بيخصك انت، بيخص الناس اللي حواليك، المجتمع، بصوتك القوي لانه بيوصل بتقولي نيشان انا بقدر ارفع هيدي القضيه كمان كرمال السوشيال ريسبونسبيليتي، هالمسؤوليه المجتمعيه، لانه في ناس ما عندهم صوت فيك تعليهم صوتك. لا أنا بدي أقول شغلة إنه الديمقراطية بالعالم طلعت أكبر كذبة نحن واجهناها. بدون ما سمي بلدان اللي هي دول كبيرة. بنتمنى إنه شو يكتب عليها مستوى الإنسان اللي حكوا عنه واللي سوقوا له ويات السنين إنه فعلا يكون إنسان فعال. ما عم بحكي أنا بس بلبنان، عم بحكي بفلسطين، لبنان وباللاجئين اللي عنا بالوضع المأساوي الموجود بفلسطين. بتمنى إنه ما يكونوا الكلام شعارات بس نحنا سمعناهم وطلعوا عم بيكذبوا علينا فيهم، لأنه هولي ما بيحرروا بلاد، ما بيرجعوا سلام للبلاد، ما بيرجعونا السلام لإلنا، وما بترجع غزة مثل ما كانت. للأسف نحنا عايشونا أكبر كذبة ممكن نواجهها للأسف. عندك أمل كإليسا الإنسان، عندك أمل نحن لبنان رح يرجع مثل لبنان يلي كان بالألفين والألفين وخمسة؟ عندك هيدا الأمل. طول ما في إنسان بحب بلده مآمن ببلده ولك رح نرجع ورح نرجع أكثر من قبل. ليك بدي أقول لك شغلة، أنا ما شفت إنسان وطني بيعشق بلده قد ما اللبناني بيعشق بلده. أنا كنت بتاكسي بفرنسا اي ثينك مغربي او جزائري، قال لي انت من وين؟ قلت له انا من لبنان. قال لي نيالكم شو بتحبوا بلادكم؟ شو بدك بالقصص اللي بتصير هون بهالفريق السياسي الفاشل اللي حكمنا؟ لانه نحن ملزومين فيه لنا 30 و40 سنه وما عندنا شوا. بس اللبناني كلبناني بيعشق شيء لبنان وما بفتكر في بلد بالعالم شعبه بحبه قد ما بحب لبنان. ما بخاف على لبنان. رح نشوفك عروس قريب؟ ممكن ايه ممكن لا. ممكن تلبسي فستان عرس وتعملي كل السيرم؟ ممكن ايه ممكن لا. وعبالك؟ لا. يعني ما بتغني عبالي حبيبي؟ لا لا لا، هول القصص تخبيتها من زمان، عبالي ولا ما عبالي. انا بهمني انه الكب يعني حياتي انا مع شريكي الاخر، مش شرط يعني بقفص الزواج يعني. المهم بالحياة يعني انه يكون عندي شريك اخر معبالي حياتي، معبالي قلبي، عطيني ساتيسفاكشن، هيدا اللي بهمني. هو كله البوكسز تيك تيك تيك. اكزاكتلي. برافو. تيك 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 تيك. ثانك يو سو ماتش، ميرسي. بعد انتهاء الحفل اليسا استقبلت معجبينها كالعاده والتقطت معهم الصور التذكاريه بحضور كاميرا اغاني الراعي الرسميه للمهرجان. لا عليك يا قلبي. صار عندك ميكافان.
عيد بكلمة للكلمة من معنى خلقت إليسا بهالليلة اللي خلالها عاد مهرجان أعياد بيروت مع برنامج فني راقي ومميز، على أمل تكون كافة حفلاته مكللة بالنجاح الضخم مثل حفل إليسا. بل أني بحبها كتير، لو ما هيك ماني موجودة الليلة منشان أشجعها وأحضرها. ما في غنية إلا ما بداخلي مشاعري وداخلي أحاسيسي، وهي ملكة الإحساس وملكة الذوق، وقبل ما تكون فنانة كلها أخلاق إليسا أنا كتير بحبها. أنا بحبها كتير، هي بتعرف أصلا الصعيد الشخصي وهيك على مواقفها، وهي مثال للمرأة اللبنانية والعربية القوية. اليوم أنا موجود كرمالها وكرمال بيروت، لأنه في كتير ناس بتعرف عم بيقولوا أنه معقول بيروت فيها هالسهر الحلو وهيدا الجو الحلو، فنحن موجودين هون كرمال هالهدفين، كرمال بيروت وكرمال إليسا لأنه بيستاهلوا. شو رح تطلب منا يا غنية؟ البداية شو لو قالت آه أنا مقبول بقبل إليسا، شو ما طلع من حنجرتها ملكة الإحساس. أول نهار الافتتاحية لمهرجانات بيروت، واليوم إليسا اللي رح تفتتح المهرجان. مبسوطة من كل قلبي، أول شيء لأنه بدي أحضرها لأنه بحبها كتير كتير، ثاني شيء لأنه رجعت عم شوف بيروت عم ترجع تنبض من أول وجديد بمهرجان أعياد بيروت. طبعاً الحبل على الجرار، يعني عنا كتير كتير فنانين بعقده والناس بتحبهم، كمان رح يكونوا ورا بعض من بعد إليسا. لأنه بحبها كتير من زمان وجر، مش لأنه هلأ اتخذنا مسلسل على أمل يعني جنريك، بحبها من زمان، هيدي أول مرة بحضرها و I can't wait to see her عن جد. شو رح تطلب منا عيا غنية غير غنية على أمل؟ غنية على أمل أكيد، وبحب أنا بتمايل على البيت. حدا كتير بحبها لإليسا، بحب وطنيتها، بحب عفويتها، بحب حقيقيتها، بحبها أنها بوجه واحد، وبحس أنه افتتاح أعياد بيروت بعد 4 سنين ما بيلبق يكون غير لإليسا. يعني هالقد إليسا حقيقية بأنه عن جد هي حابة أنه هيك ترجع النبض لبيروت، وهي من الفنانين الحقيقيين، وكتار لابسين ماسكات، هي ما بتعرف تلبس ماسك، فكلنا اليوم هاي العجقة بحب إليسا وبحب لبنان. أنا أرشيف إليسا كله بحبه، أنا فان لإليسا، بحب إحساسها.